قل من صغر سني وانا ريس على الابحار انا بلعب مع الموج واتحدانا الطيار قبلوني ثلاثة من بنات الحار الاولات تبتسم والثانيه تنطار والثالثه امع سكر يضيع الافكار يا بنتي قولي لابوكي يا بنتي قولي لابوكي يحبسك في الدار اللي انا شاب صغير والعقل مني طار يا ليل استاذ خالد الفرقه بتاعت حضرتك بقالها كام سنه تقريبا الفرقه بتاعت تبع لوزاره الثقافه يعني انتوا تبع وزاره الثقافه انا ماسك التدريب بتاعها انا مدرب حضرتك مدرب ليه مدرب الفنون الشعبيه وعازف في نفس الوقت تمام الى جانب كل الاعضاء اصدقاء وحبايبي احنا من 30 سنه مع بعض من 30 سنه طب الفرقه برضو اتكونت ازاي يعني حضرتك اللي انا عرفته ان هو جزء منهم صيادين كلهم معظمهم صيادين معظمهم وهوايه بقى عنده هوايه كنا كلنا بنتجمع في قصر الثقافه باجي الاعتماد من القاهرة جمعتهم تاني وبدأنا نشتغل إيه؟ أغاني تراث موروثات شعبية زي شغل البرامكة بتاع عم السيد ده شغل موروث من 200 سنة و 300 سنة عن أجداده مجموعة البرامكة معروفة وفي شغل حديث احنا عاملينه طيب تفتكر الروح بتاعت الصيد ممكن تكون ملهمة للفنانين طبعًا يعني طبعًا هي اللي مخليهم عندهم الإحساس العالي ده وهم بيغنوا طبعًا في حاجة اسمها الحج الحج اوكي اسمعك حتى عن محمود بيقول الحج الصيادين اول ما بيصعب يحطوا الغزل بيحدوا بيغنوا بيشدوا بعد كده بيشدوا بالغناء اوكي في اول اليوم الشد بيبقى بالغناء بتاعهم بطيء خالص في وسط النهار بيبتدي يسرع يجري اخر النهار الحج بيبقى سريع لقاءه سريع عشان يخلصوا وينهوا ويروحوا ويلموا بقى ويلموا كل حاجه فالحج له دور كبير مع الصياد انا الصياد من هنا انا مش صياد واهلي مش صيادين بس بيتنا على حتة منزله هتلاقيني دايما في الميه على طول تحب تسكن في حته تانية غير هنا لا لا. تعرف اصلا ما اعرفش والله ما تعرفش تخرج لا. بره بحب اجي البلد دي بحبها جدا مطريه طب كلمني على السلسميه دي وتكوينها وهي كم وتر ويعني الاله ديت 12 وتر 12 وتر انا لسه منتهى ونفستها في نفس الوقت حضرتك اللي عامل دي تمام وانا بصنع السلسميات على ايدي بقى طب ما تسمعني حاجة كده تسمعني حاجة يعني الصوت ده صدران يعني صوت فايع التانية حضرتك قلت لي صوتها بيبقى أدخن شوية أدخن شوية واحد بازم دي واحد بازم دي طب يلا الصوت بتاعي تسمعني حاجة تفرق بين اغاني المطريه طبعًا ومدن القناه حتى التكنيك بتاعنا في العزف التكنيك في العزف الروح نفسها الستايل بتاعنا طب انا اعرفه ازاي يعني انا كده وانا قاعده بسمع حضرتك اعرف افرق منين إيه؟ الحاجات اللي بتميز المطريه احنا شغلنا خاص بينا يعني لنا لون متميز طعم متميز بروح اي بلد بيبقى فيه المطريه تمام مش ما يعرفوش ان فرق بص الصعيد لها لون السويس لها لون الاسماعيليه لها لون والثلاث مدن شبه بعض قريبين لبعض احنا لوننا يعني لوننا مختلف خالص مختلف تماما بس انتوا تعرفوا تفرقوا استاذ جمال لون بيقولوا مملوك ما فيش حد على السلسميه بيقولوا مملوك استاذ جمال بيقولوا مملوك على السلسميه ما فيش مثلا بنت بتغني على السلسميه في بنت بتغني تنوره على السلسميه يعني لوننا متميز الفكره اصلا ان الحاجات دي كلها يعني بنشوف التنوره بتبقى شغاله معاها فرقه مش على فعلا مش على السلسميه لا احنا بنشغلها على السلسميه والاغاني القديمه بنوع الاغاني القديمه اغاني قديمه زي يعني برضو تراث حضرتك تقصد ولا لا موروثات شعبيه عم السيد ده بيقول الشغل بتاع جده من 200 سنه احنا فرقه الفنون الشعبيه المطريه بس انضمت مجموعه من البرامكه معانا
استاذ جمال درويش يعني برضو من الناس اللي هنا ليها اسمها وبتقلب وبتعمل حاجات جميله وبترتجل. قولي كده الموضوع بدا معاك ازاي؟ هو البدايه من ان احنا بنحب البحر وبنحب بلدنا والصيادين، فارتجاليا ان احنا بنالف كلمات تتماشى مع جو الصيادين والبحر والسمك والى اخره. يعني حضرتك اصلا صياد؟ لا، اخواننا بقى وقرايبنا وكل ونسايبنا وكلنا. يعني هو نادر جدا لما تلاقي في المطريه ناس مش صيادين، بس طبعا بيبقى في موظفين ومدرسين وغيره، بس اهليهم صيادين. حبنا للصيادين خلانا نرتجل ونالف الكلمات، فانا حبيت يعني نضيف. طب ما تسمعني حاجه كده. اضفت باغنيه اسمها من بدر صاحي، من فجر صاحي، من فجر صاحي صاحي، من بدر صاحي صاحي، من بدر صاحي، من الفجر صاحي والبكره صاحي صاحي. تبلم جلوعك ورمي المرسي، المركب وصلت بسلام، اسنديك ووعك تنسى تلف الحبل على المقدام. من اول ما سرحنا السرحه والانفر في قلوبها الفرحه، اللي يشين ويلم العده واللي فرحه بيرمي الطرحه. من بدر صاحي، من الفجر صاحي، بكره صاحي صاحي. السمسميه بتوع بورسعيد والصوماليه والسويس، شغلهم جميل. تمام. احنا حبينا نضيف ونغير. احنا معانا شغل الصيادين زي ما قال الاستاذ خالد، ومعانا شغل البرامكه اللي مش موجود في اي فرقه، فده بيميزنا. انا خدامك. لا انت ما شبعتش دمان بالبرامكه. لا البرامكه، ما انا لسه بقى عايز اتكلم معاك فيها. اتفضلي. ايه بقى اساس البرامكه؟ اساس البرامكه فن شعبي. فن شعبي. اغانينا احنا ما حدش غناها الا احنا. مين اللي اسسه؟ ابويا احمد وعمامي. وعمامك. امال ايه؟ ابوك احمد وعمامك. احنا اساسا من الشام. انا كبير الوقت يعتبر كبير العيله بتاعت البرامكه. كبير العيله. والباقيين كلهم باباك وعمامك. شباب عمامي كلهم. يعني احنا بنعمل الضمه، الشباب بتاع الجيل الوقتي انا اقول ادوار الجيل بتاعنا ما يعرفوش، مش فاهم. بس انا ادرجه مره واثنين وثلاثه يفهم الدور. يا قلب صلي، انا صلي على المصطفى، هو نبي رساله وبحر الوفا، نبي انت سر المحامل اليه، اللهم صلي وسلم وبارك عليه. جوه الجنينه قابلني المحبوب، والورد الاحمر يا عيني ضلل علينا، بشراك يا زير الحسنين تتهنى، المنصوره سيد الحسنين بك مني قاعدة بهم روضة من الجنة، وفي ليلة الوضع صبح الكون في رنة، فرح الحواري وقالوا الزين يضمن، ما هفن الشوق لما تهت في الخيام،
ولم وصلنا الحما إلا بسد خدمي، وإن كان يا سعداتي دمع السبا يملى، نظرة من الحب تكفي عندي ما حبيت. دور كبير قوي دي، الطبلة والرق. الطبلة والرق. الطبلة أمال إيه؟ ماشي. شغلنا كله على الطبلة والرق. سمسمية ما تشتغلش معانا في الدور بتاعتنا. أه أنت عايز طبلة والرق. السمسمية في الأدوار. أه. إحنا بنشتغل برضه في أي ضمة في البلد برامج كده. ماشي. السمسمية ما تشتغلش معانا في الأدوار زي دي. عندك ولاد؟ ما عنديش إلا عبد الله إلا على خمس بنات. ربنا يخليه لك. والخمس بنات؟ الخمس بنات الحمد لله متجوزين. لكن عبد الله ما عرفش ياخد منك نفس ال خد. خد. والبنات؟ تمام. انا ممكن اعمل ضمه والبنات والخمس بنات قاعدين وياي. مراكبي؟ اه صح. اه جبت الهوايه دي منين؟ ده انا بغني وانا ماشي في الشارع. وانت مع نفسك كده؟ انا لو ما غنيتش انا ايوه ام اعيا اموت بعد الشهر. اي والله العظيم. لا والله بعد انما انا اغني وانا ماشي في الشارع والناس تطلع بره تسمع وحد الله عم اقف وسمع. تعمل انت المراكب دي؟ لا انا بسرح في المراكب، كنت بسرح الاول في المراكب دي بس انا ما بقاش بسرح دلوقتي. دلوقتي خلاص. زي حضرتك يعني من ساعة ما دخلت المطارية هم ما وراهمش سيرة غير ان حضرتك بتعمل كل حاجة في نفس الوقت. انا كلنا بنكتب، كل الفرقة كلكم تواضع ده. الاستاذ جمال بكتب اغاني وبكتب شعر وانا برضو بكتب اغاني وبكتب شعر. الاستاذ خالد الشناوي بيألف مقطوعات موسيقية طب احكي لي كده عن الحدي عشان انا من ساعة ما جيت هنا هم ما حدش يكلمك في الموضوع ده بالتفصيل غير حضرتك. المركب هو فيه 15 راجل او 10 راجل وساعة ما بينهم الشباك في البحر بيقولوا لي احدي يا فلان. احدي يعني احدي. احدي يعني قول. يعني قول. تمام. فهو دي ساعة ما بيحدي يعني بيقول الكلام وهم بيردوا عليه بيجوب عندهم قوة جامدة قوي. تمام. بيسوا التعب وبيسوا المشقة والحاجات. بيروح الفن يعني. الحدي ده بقى هو بيقعد يحكي ايه بقى؟ يحدي حدي ديني. ديني. ديني تمام. عن الرسول كل الحاجات دي يعني. تمام. ما بيكون الصبح قول يا فتاح يا عليم اللي وراه بيقول يا فتاح يا عليم الناس اللي وراه. تمام. يعني هو واحد اللي بيقول وبعد كده الباقي بيقول وراه. تمام. يا رزاق يا كريم يا رزاق يا كريم يا عالم بكل علوم يا فتاح يا عمر الله
عليه. يا سامد المظلوم يا فتاح يا علي لا تجعل في حضرتنا يا فتاح يا علي شقيا ولا محروم يا فتاح يا علي يا رجا كل الرجا يا فتاح يا علي يا عليم المرتجى يا فتاح يا علي عبدك الفاني الفقير يا فتاح يا علي. قول لي عندك اولاد؟ اه عندي. حابب ان هم يبقوا في نفس المهنه بتاعتك ولا حابب تشوفهم مختلفين؟ مدرسين انجليزي ومدرسين تربيه نوعيه يعني بعيد عن البحر. بعيد عن البحر. طيب لو انت يعني هنا في المكان ولادكوا انت حابب ان هم يكملوا المسيره دي ولا انت حابب ان هم يبقوا مختلفين؟ لا 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 يبقوا مختلفين. ليه بقى؟ لان البحر ده مشقه. ضل العصار مال ضل العصار مال ضل العصار مال ضل العصار مال مال عليا وعلى البني ضل العصار مال اللي ما بينا وعلي ضل العصار مال ضل العصار مال ضل العصار مال الأصل أنا كنت صياد ضل العصار ويجي الملاح الصادوني ضل العصاري مال لا هو بشابك ولا بصنار ضل العصاري مال إلا بسود العيوني ضل العصاري مال ضل العصاري مال ضل العصاري مال يا عمي سود العيوني ضل العصاري مال راحوا ولا ودعوني ضل العصاري مال